أكل كثير ونوم كثير وعدم حركة في جسم بدين مترهل، هكذا كانت حياة الملوك في الماضي، وهي بالتالي عوامل ساعدت على إصابتهم بأحد أنواع الروماتيزم الذي يسمى بالنقرس، ويطلق عليه أيضاً داء الملوك، إذ لم ينجو من الإصابة بهذا المرض ملك من الملوك القدامى، فالعزة والشموخ كانت سمتهم المعنوية، وإنما الترهل والنقرس كانت سمتهم الصحية. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. مرض النقرس هو مرض مفصلي يتجلى بأعراض ومظاهر تصيب المفاصل. إنه يعمل على تهيج والتهاب في الغشاء المفصلي والأنسجة الأخرى، مما يسبب الألم والاحمرار والسخونة والتورم بالمفصل، وهو عادة ما يصيب إبهام القدم، ولكن يمكن أن يصيب أيضاً أي مفصل بالجسم بما فيها مفصل العمود الفقري. ينتج النقرس عن ترسب بلورات حامض البوليك في الخلايا الجلدية اللينة بما فيها المفاصل، وذلك نتيجة ارتفاع تركيزه بالدم وتشبع سوائل الجسم بهذا الحامض. وحامض البوليك هو بالأصل ناتج عن مادة البورين الموجودة في العديد من المأكولات غير النباتية وبنسب مختلفة. عادة ما يبدأ النقرس بإصابة مفصل واحد، كما تختلف أعراضه من شخص لآخر وعلى عدة مراحل. فالمرحلة الأولى تكمن في ارتفاع في تركيز حامض البوليك دون وجود أي أعراض أو مشاكل أخرى، وهذه المرحلة لا تتطلب علاج، حيث وجدت الدراسات أن نسبة غير قليلة من الناس قد يرتفع لديهم تركيز الحمض، خاصة الذكور عند مرحلة البلوغ، وقد يعود التركيز إلى المعدل الطبيعي ويستمر مرتفعاً دون حدوث مضاعفات. أما في المرحلة الثانية وعندما يكون النقرس حاداً، فإنه يتمثل بنوبات آلام مبرحة مصحوبة باحمرار وانتفاخ في المفصل المصاب نتيجة ترسب حامض البوليك. وفي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الوسيطة، أي فترة ما بين الهجمات والتي تخلو عادة من الأعراض وتتفاوت فيها المدة إلى حين حدوث النوبة الثانية، وأخيراً المرحلة الرابعة، وهي المرحلة العقدية، وفيها تترسب بلورات الحمض مكونة عقداً في أماكن من الجسم مثل المفاصل، الأذنين، وأوتار العضلات والكلى، مما قد يسبب تلفاً لتلك الأعضاء، تبدو على شكل تشوهات في المفاصل أو حصوات في الكلى أو حتى قصور في وظائف الكلى إذا لم يتم التشخيص وأخذ العلاج المناسب. يساهم تغيير الغذاء في تخفيض مستوى حمض البوليك، إلا أنه نادراً ما يخفض مستوى الحمض لدرجة منع حدوث النوبات أو تراكم أملاح حمض البوليك، إلا أنه بالرغم من وجود علاج مؤثر للنقرس، إلا أن الفشل في السيطرة عليه يحدث بسبب عدم كفاية الجرعة الدوائية أو تأخير العلاج أو عدم امتثال المريض للعلاج. فعدم العلاج قد يؤدي إلى تحطيم المفصل والقصور الكلوي، والنقرس الذي يتم علاجه مبكراً أو بطريقة مناسبة يكون مصيره التحسن في حالة إذعان المريض للعلاج. يجب التخفيف من تناول المأكولات الغنية بالبروتينات والحبوب المجففة، كما يجب المحافظة على الوزن المثالي وتخفيف الوزن وزيادة الحركة وعدم الكسل، ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.